بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة الكلام بتاعنا على طبعا الويفز. كلنا عارفين انه الويفز تعتبر احد ميكانيزم انتقال الانرجي. يعني احنا بنقول الويف كاري انرجي، يعني طريقة ربنا خلقها عشان يحصل ننقل بيها الانرجي من مكان لمكان تاني من غير ما يحصل ترانسفير للماتر تاني. يبقى الويف كاري انرجي، الويف دي حاجة ربنا خلقها عشان نوصل او ننقل بيها الانرجي من مكان لمكان تاني. يعني مثلا انت لما تحدف واحد بحجر، طبعا الحجر دوت بتبقى معاه كاينتيك انرجي، فتبقى الانرجي اهي ماشية مع الستون مثلا وبتروح المكان بتاعها. لكن في طريقة تانية ان احنا بنقدر نعمل الترانسفير الانرجي عن طريق الويف من غير ما نعمل ترانسفير الماتر اطلاقا. هو ده اللي احنا بنسميه الويف. يعني مثلا تخيل اكزامبل دلوقتي مهم جدا، انه احنا عاوزين ننقل الووتر من بليس تو اذر بليس، فبنجيب مجموعة ناس وبنرصصهم جنب بعض وبنملى جردل ميه، وبيبدأ كل واحد يمسك الجردل من ناحيته ويسلمه للي بعده للي بعده للي بعده. فبالتالي النتيجة كلها بتكون انه بيحصل الترانزيشن للانرجي او الترانسفير للانرجي فروم وان بليس تو اذر بليس، بس كل واحد في موجود في مكانه، ما بيحصلش ترانسفير للانرجي معاه. عشان كده بنقول انه الويف كاري انرجي وزاوت ترانسفير الماتر. عايز تعرف بالظبط ازاي الويف بتحصل؟ طبعا بناخد الاكزامبل بتاع الووتر اللي قدامي دوت. ان انا لو كان عندي مثلا فايبريتنج اوبجكت لامس الووتر زي ما انت شايفه قدامك هنا بالظبط، تخيل انه هنا في فايبريتنج اوبجكت موجود في لامس الووتر. طبعا الاوبجكت ده بيبدا يعمل فايبريت، الفايبريشن بتاعه سبريد وبيوصل للووتر، فبتبدا الووتر مولكيول ريسيف اماونت اوف انرجي وبتبدا هي كمان يحصل لها فايبريشن. بيبدا الفايبريشن دوت سبريد على الووتر سيرفت في صوره الريبلز او السيركل اللي انت شايفها، الفايبريشن بس والميه موجوده في مكانها، يبقى حصل ترانسفير للانرجي في صوره فايبريشن. ده اللي احنا بنسميه الويف. يبقى الويف ما هي الا فايبريشن سبريد في الميديوم كاري الانرجي ان ذا سيم دايركشن اوف الويف وذاوت ترانسفير الماتر. وممكن نقولها بصوره تانية، ممكن نقول ان الويف ديستربنس ذات بروباجيت اند كاري انرجي ان ذا سيم دايركشن اوف بروباجيشن. وطبعا يمكن دوت الشكل العام بتاع الويف بيكون كده. يبقى الويف هي ويف موشن، ممكن انت تتخيلها بروباجيشن للفايبريشنال موفمنت انسايد الميديوم. يبقى ما هي الا فايبريشنال موشن سبريد انسايد الميديوم، هو ده بالظبط اللي احنا بنقول عليه الويف. بس خد بالك كل جزء في الميديوم بيبقى موجود في مكانه، ما بيحصلش ترانسفير معاه. تعال نشوفها كده بالتفصيل بتحصل ازاي. لو تخيلت ان انا عندي ستون زي كده هيبدا فول داون، طبعا معاه انرجي، هيخبط في الووتر كوز فايبريشن في الووتر، طبعا هو لوز الانرجي بتاعته، الانرجي دي هي هتنقل الفايبريشن من الاوبجكت للووتر، فهيبدا الووتر سيرفيس يعمل فايبريشن اللي احنا شايفينه بالكلر بالريد كلر دوت، وبعدين يبدا الفايبريشن سبريد على الووتر سيرفيس. يبقى انا بتكلم على vibration that propagates through the medium carry the energy in the same direction of propagation. وممكن كمان انه جنابك تقول انه disturbance that propagate and carry energy in the same direction of propagation. طبعا دوت برضو analytical example، مثال تحليلي بيوريك ازاي الويف فورمد. طبعا انا بجيب الستون، طبعا الووتر سيرفيس كله هادي، بيبدأ الستون كده كولايد مع الووتر سيرفيس، النتيجة ان هو ترانسفير الانرجي بتاعته للووتر، فالنتيجه انه الووتر سيرفيس فايبريت، فبتبدا الووتر يطلع وينزل لانه بياخد كاينتيك وبوتنشال انرجي. فلما الووتر كاري انرجي بتبدا الانرجي سبريد على الووتر سيرفيس في صوره فايبريشن، بيبدا الفايبريشن يتحرك على السيرفيس واخد معاه الانرجي، لكن الميه موجوده في مكانها، بدليل اني انا لما احط مكان على الووتر زي البيس اوف كورك دول، يعني اي مثلا حاجه بتعوم على الميه، لو انا سبتها الاقيها موجوده في مكانها هي بتطلع وتنزل بس، انما الووتر موجود في مكانه only vibrate مش اكتر من كده. فاحنا بنقول يبقى الويف ترانسفير انرجي، الويف كاري انرجي في صوره فايبريشن انسايد الميديوم، الميديوم موجود في مكانه، هو بالظبط ده بالنسبه لي اللي انا بقول عليه الويف.
وطبعا في الغالب بيكون شكل الويف كده اللي احنا بنرسمه. يبقى لما نيجي دلوقتي نعمل ديفينيشن للويف هنقول ايه؟ هنقول انه الويفز اهي قدامك، الويف كاري انرجي، يبقى الويف disturbance that propagate and carry energy in the same direction of propagation. ممكن تقول vibration that propagate and carry energy in the same direction of propagation. وما تنسانيش انه الwave only transfer energy not matter in the same direction of propagation. طبعا ده بالنسبة لنا هيبقى اللي هو الwave. في فيديو حلو عاوز اوريه لك، بص كده معايا. بنقول انه الويف كاري انرجي بدليل بص كده موجة البحر بتعمل ايه، بتخبط، طبعا دي معناها انها كاري انرجي. اللايت الليزر بيقطع فهو كاري انرجي. في الزلازل والارثكويكس طبعا شيكينج بهدلة، فده معناه ان الويف كاري الوت اوف انرجي. وبص عملت ايه في التستوما بريدج، طبعا ده بيثبت لك انه الويف كاري انرجي، والميكانيزم لترانسفير الانرجي من مكان للتاني ولكن وزاوت ترانسفير الماتر فروم وان بليس تو اذر. فاهم حاجة تبقى واخد بالك فيها انه في ويف في ترانسفير الانرجي وزاوت ترانسفير الماتر. وبص على الووتر هتلاقي في ويف موجودة في الووتر. هنبص على الووتر تانك ونشوفها بتتعمل ازاي. هنبدأ نعمل فايبريشن في الووتر زي ما انت شايف اهو. الفايبريشن في الووتر ده كرييت ريبلز او كرييت ويفز. هل يا ترى المية بتمشي ولا بس الويف هي اللي ماشية؟ هنحط كورة كده، بص شايف المية بيحصل لها ايه؟ الكرة دي بتبين لك اللي بيحصل للمية، فهتلاقي بس فايبريت، يبقى الميديم بارتيكل الووتر بس بيحصل لها فايبريشن وبالتالي الانرجي ترانسفير. بص كده قدامك هتشوف نفس القصة، انا عامل لك سيميليشن للويفز اهي. يا ترى البتاع دي الاخضر بيتحرك من مكانه؟ طب نعمل فوكس على واحدة اللي هي باللون، هنغير لونها باللون الاصفر كده. بص كده هتلاقيها اونلي فايبريت اب اند داون، يبقى كل ميديم بارتيكل موجود في مكانه اونلي فايبريت وترانسفير الانرجي على هذا الاساس. فلما نيجي برضو نتكلم دلوقتي ونعمل كلاسيفيكيشن للويف، بنقول انا والله عندي ويفز في 1 دايركشن، في 1 دايمنشن زي الويف في السترينج، عندي ويف في 2 دايمنشن زي الووتر سيرفيس او الويفز بتاعت الووتر، وعندي ويفز في 3 دايمنشن في كل الاتجاهات زي اللايت والساوند. ممكن كمان اقول ان انا على حسب الميديم، يعني في عندي ويفز نيد ميديم تو بروباجيت زي الساوند، وفي ويف تانية داز نوت ريكواير ميديم. الويف اللي نيد ميديم تو بروباجيت بنسميها ميكانيكال ويف، واللي داز نوت ريكواير ميديم تو بروباجيت زي اللايت بنسميها الكتروماجنتيك. في عندي كمان ممكن اعمل كلاسيفيكيشن للويف على حسب الفايبريشن، لان احنا كنا بنقول الويف فايبريشن في الميديم. طيب الفايبريشن ده والويف ماشيه، الدايركشن بتاع الفايبريشن ايه علاقته بالدايركشن بتاع الويف؟ لو الاثنين كانوا في نفس الدايركشن، يعني الفايبريشن بتاع الميديم في نفس الدايركشن بتاع الويف، ده بنسميه لونجيتودينال ويفز. وممكن كمان الاثنين يكونوا بيربنديكولار تو اتش اذر، يعني الدايركشن بتاع الفايبريشن هيكون بيربنديكولار على الدايركشن بتاع الويف، وده انا بسميه ترانسفيرز ويفز. او اني اتكلم على نوع تاني على حسب، بنقول انه according to a number of a disturbance. طبعا احنا كلنا عارفين ان احنا عندنا ممكن يكون single disturbance ماشي في الميديم، يعني ويف واحدة بس، كل ميديم في البارتكل، كل بارتكل في الميديم بيعمل only one single vibration. في الحالة ديت انا بتكلم على single disturbance propagate زي ما انت شايفه قدامك. وافتكر الصورة اللي انا جبتها لك في الاول خالص اللي هي اتكلمنا عنها، ودي انا هاخدها كده. يبقى انا في عندي النوع التاني trains of waves، يعني الميديم بيعمل vibration بسرعة على طول. لما بيعمل vibration على طول يبقى انا بتكلم على continuous disturbance propagate في الميديم او train of waves. وعايز كمان اخدك للنقطة دي، اوريك الجزئية دي تاني، معلش بص كده هرجعك ليها عشان اوريك موضوع الترينز اوف ويفز. بص كده ايه دي يا سيدي، موضوع الترينز بتاع الويفز. فلو انت، لو انا عندي اوبجكت بيعمل فايبريشن على طول في الووتر، في الحاله ديت الووتر سيرفيس هيعمل فايبريشن بصوره مستمره، يبقى انا بتكلم، شايف الدوائر دي كلها، يبقى انت بتتكلم على كونتينوس ترين اوف ويفز في الميديم. يبقى لو انا بتكلم على حسب النمبر بتاع الديستربنس، هيبقى في عندي سنجل ديستربنس بروباجيت انا بسميه بلس، او زي اللي انت شايفه قدامك كونتينوس ترين اوف ويفز، او continuous بنقول عليه train of waves continuous disturbance propagate
في الميديم. بكده نبقى احنا عرفنا التايبس بتاعة الويفز، وطبعا دول ان شاء الله اللي هناخدهم في المرة الجاية بنوع من التفصيل، وهيكون عند حضرتك الميكانيكال والالكتروماجنتيك والترانسفيرز واللونجتيودنال، ولغاية لما يجي اليوم ده. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.